مرحبا، بدي اعرفكم على رفيقي هاشم المصري، عامل موبايل اب جديد ونزل على الابل ستور، وبعتقد انه اب كتير ظريفه بتخلينا نرجع نتواصل مع بعض بشكل كتير ذكي. هاي هاشم معنا وحيشرح لنا عن الاب. شكرا قصي. باختصار، صار لي سنه ونص عم اشتغل على مشروع موبايل ابلكيشن اسمه ديستريكت 27، حاليا صار موجود بالابل ستور وقريبا بالاندرويد ان شاء الله. فحابب احكي لكم اكثر عن الاب ديستريكت 27. بتخلينا نتواصل مع بعضنا، بتخلي الاشخاص يلي عندهم نفس الاهتمامات ونفس المود بدائره قطرها 100 مايل، يعني حوالي 160 كيلومتر، انه يقدروا يجتمعوا مع بعضهم، يعملوا اكتيفيتيز مع بعضهم، يشوفوا مع بعضهم موفي. اذا انت جاي بالك تشوف موفي هلا، فيك تشوف موفي مع رفيقك يلي موجود حواليك. اذا انت جاي بالك تطلع تتغدى مع رفيق، بتشوف مين في حواليك من رفقاتك، تطلعوا تتغدوا سوا، بتقضوا وقت حلو مع بعضكم. الفكره النهائيه من الاهتمامات اللي موجوده بالابلكيشن هن 10، بيغطوا كل شيء ممكن تعملوه بنهاركم، ورح اترك لكم متعه الاكتشاف انكم لحالكم تعرفوا وتشوفوا الابلكيشن شو بتساوي. بس تاكدوا انه رح تنبسطوا ورح تحبوا الابلكيشن كتير كتير كتير. مثل ما قلت لكم، الابلكيشن تم تطويرها بامريكا، اخذتني سنه ونص لحتى خلصتها، واللانشينج تبع الابلكيشن حيكون بلوس انجلوس وسان فرانسيسكو بنهايه هذا الشهر ان شاء الله. طبعا اكيد معيه قصي حبيب قلبي. طبعا انا تفضل بدك تحكي شيء. طبعا بدي احكي، طبعا قصي نزل الابلكيشن، واذا حابين تعرفوا قصي وين موجود وشو موده وشو اهتماماته، اكيد لازم تنزل الابلكيشن دغري، لانه بدنا نعرف وين عم يروح وين عم يجي. اي طبعا ضروري ضروري. هلا رح حاول انا اصور موبايل هاشم، يعني هو عنده الاب وحيحاول يشرح لكم بشكل بسيط موسع قليلا طريقه عمل الاب. عمليا هاي الاب تبع هاشم، هلا حيحاول يشرح لنا هيك بشكل اوكي. هاشم اوكي، هلا نحن عنا هون موجودين بدبي، مبين معنا الناس الموجودين بدبي، وكل حدا حسب اهتماماته. عنا الافلام، عنا جيم كونسرت، اكسرسايز، دانس، داين. عملت سيرش هلا على اسم قصي، عم طلع معي قصي ليكو بدبي. شو المود تبعه؟ موده كول. هو فت لعند قصي، لقيت اهتماماته الاكل، الترينينج، بحب الرياضه قصي، الفاشن. لحتى اصير رفقات انا وقصي لازم اعمل اكبس على صورته، بعدين اعمل بينج يوزر، وبيطلع عندي شو بدي ساوي معه، بكتب ليتس هاف لانش، بحدد الوقت وبحدد المكان، بقول مثلا طبعا بحدد مطعم او اسم اي مكان، بقول دبي، ببعث له هلا قصي صار عنده مني نوتيفيكيشن، بفوت على البينجز وبيعمل لي اكسبت، بنصير رفقات انا وقصي، وانتم حتساوي نفس الشيء اكيد لحتى تصيروا رفقات مع قصي. وما اعرف طبعا، بصير انا وقصي رفقات، صار فيني احكي مع قصي تليفون، صار فيني اعمل معه فيديو كول، وصار فيني اعمل معه تشات، وانتم فيكم تعملوا نفس الشيء. طبعا هلا رح نتصل بقصي نحن ونورجيكم كيف فينا نحكي مع قصي لايف وفيديو. طبعا انا هلا عم بحكي مع قصي على الابلكيشن. قصي مع حبيبي. يا قصي كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام حبيبي. شو بدنا نتعشى؟ بدنا نتعشى هلا مشاوي معيتك. شباب بعتقد انه اب حيكون كثير لطيف حقيقه. نزلوه نزلوه.